الانطلاقه ديالها. وباقي باقي الاساتذه ديالنا اللي كينوبوا على الضحايا باقيين كيدافعوا على الضحايا وكيعطيو بعض المقترحات النيابه العامه في الجلسه. باقي ما كملتش الجلسه ولكن واضح ان بانوا اليوم ملفات واوراق جديده لا من طرف المحامي اللي كيدافع على واحد مول الارض ولا من بعض المحامين ديالنا. كاين معلومات جديده الحمد لله في الصالح ديال الضحايا. باقي الدفاع كيقوم دابا بالعمل ديالو. ما كنظنوش ان في هذه الجلسه هذه راه عيسالي وراه مازال واقيلا جلسات واحد اخرين. الحمد لله مسائل غاديه في الطريق الصحيح ديالها. وكاين بعض المحامين اللي في الجلسه اللي طلبوا يطلبوا حاجه واحده ان الضحايا ترجع على الاموال ديالها. ماشي كيفاش واش فين دار الورد الاموال ديالو ولكن الضحايا ترجع على الاموال ديالها اي طريقه كانت. يعني دخلوا الابناك دخلوا بعد مكتب الموثقين دخلوا بعد الاطراف اللي كانت عندها واحد الدور كبير في النصب على ضحايا باب دارنا فحال الاشهارات فحال الادارات اللي مشينا ليغاليزينا فيهم فحال بزاف ديال المسائل اللي دخلوا هاد المره. كنتمنوا ان النيابه العامه تزيد تبحث في هذه القضايا هادو هاد الاوراق اللي عطات اللي قدموهم المحامين ديالنا. هاد الاوراق كانوا موجودين عندنا عند المحامين ديالنا ما كانوش وصلوا للقضاء. اليوم الحمد لله وصلناهم للقضاء. كاين عتقوم عاوتاني ابحاث جديده ان شاء الله. الفرقه الوطنيه احنا راه مشينا عندها شخصيا عندها واستقبلتنا مشكوره وكان الجواب ديالها ان باقي ما وصلوا حتى شي اموال وبان البنما ما عندهمش معها شي اتفاقيات اللي يمكن يرجعوا منا يعني يتراسلوا معها. وردت عليهم الجواب ان بنما ما عندهم والو. ما قتناش ما كايناش الاموال. قتنا البحث راه باقي قائم بان هذا المكتب اللي دخلنا له ماشي بوحدو اللي مختص في هذا البحث عن الاموال ديال هاد الضحايا ديال باب دارنا. راه كاين مكاتب وحده اخرى والبحث باقي مستمر. وكنظن ان الفرقه الوطنيه ملي غتبغي تعطي الجواب ديالها راه تعطيه للمحكمه تبويض الاموال ديال الرباط. منين جاوها الاوراق؟ حنا الاوراق فعلا وصلناهم للاستاذ داكي. استاذ داكي صيفطهم من المحكمه الابتدائيه لتبويض الاموال في الرباط وهما اللي صيفطوهم للفرقه الوطنيه. حيت اول مره ملي طلبنا من رئيس النيابه العامه هنايا اللقاء مع الفرقه الوطنيه فعلا درنا معاهم رونديفو استقبلونا ملي مشينا عندهم باش نعطيهم الاوراق اللي توصلت ليهم الضحايا بالمجهودات ديالها. لقينا ان الفرقه الوطنيه ديجا عندها داك الوراق. النيابه العامه في الجلسه اللي فاتت ذكرت هادشي كامل وقالت بان الفلوس ما باقي ما توصلتش لهم الفرقه الوطنيه بان الضحايا فعلا تنصب عليهم الطرف الوردي والضحايا راه باغيين فلوسهم. دابا كلشي عارف بان الضحايا باغيه فلوسها كيفاش غترجع لها. يقولوا الوردي عنده فلوس ولا ما عندوش ولا هادي هذاك سوقهم راه ما تنصبش علينا حنا غير من الوردي. الوردي ما نصبش غير علينا حنايا نصب حتى للابناك ونصب عليه. راه الوردي دار واحد الكارثه في المغرب اللي ضرت حتى السمعه ديال المغاربه حيت واحد 60% ديالنا حنايا اللي مشينا ضحيه هاد عمليه النصب من برا 60% ديال الجاليه المغربيه. يعني هاد الناس هادو ما سكتوش لا حنا ولا اللي عايشين في المغرب ولا الجاليه. كاين نشرت معارض دوليه خصنا نعرفوا هاد المعارض شكون اللي عطاها هاد الترخيصات هادي. يعني الا كان الوردي كيقولوا ما عندوش فلوس راه كاين بزاف الاطراف داخله في هاد عمليه النصب هي المسؤوله باش الضحايا ترجع لها فلوسها. والحمد لله حنا غاديين في الطريق كنظنوا حنا غادي في الطريق الصحيح مع المرافعات ديال المحاميين ديالنا. داكشي اللي بينوا اليوم ان شي مسائل كانت ما كانتش تقدمت المحكمه تقدمت اليوم. وكنتمناو
أن الضحايا ترجع لفلوسها. هذه هي الأمنية الوحيدة ديال الضحايا كاملين. والسلام عليكم. الضحايا باب دارنا، حنا بقى الجلسه جاريه، ولكن غادي نعطيكم واحد المسجد ديال اللي كاين في هذه الجلسه. هذا كاين بسيط بسيط امل من سمعناه من الدفاع، سواء من الحق المدني او من الدفاع المتهمون. فالحمد لله الدفاع عطى له واحد الوثائق ديال بنما، وكنا دفعنا الدوسي للفرقه الوطنيه، ولكن ماشي معرفوش ما كانوا معرفوش المسجد ديال هذا. فواحد الدفاع ديال الحق المدني عطاهم بتفسير دقيق انه فلوس كاين في بنما، كاين لاسيغونس، كاين داك الشيء مدقق، وكاين في سويسرا. هاد المدعو الوردي انه كان تاخذ من عند الضحايا وتستثمرهم لي بيان ديالو، هو بغى يدير استثمار في خارج الوطن باش هو يستفد منه كشخص ماشي كضحايا، او دير استثمار في البلاد. هذا لا يعقل اننا نشوفه كبلد، انا نظروا ماشي كضحايا او كبلد المغرب، انه ما خصش تسكت على هذا المنظر. هذا هو تيقيس استثمار ديال البلاد ككل او ديال المغرب ككل. هو خرج الفلوس بطريقه غير مباشره، وما حتى واحد لا يحرك ساكنه، حتى واحد ما تابعوا. خلينا حنا كضحايا حنا غادي نتابعوه، ولكن كدوله خصها تدخل في هذا المنظر، لانه كاين شي حاجه ما غير مفهومه في هذه القضيه. هذه لهذا الضحايا فقط تيبغيو الاموال ديالهم. حقيقه الفرقه الوطنيه غادي توصل بها، حنا عندنا امل، وسو بهذه الجلسه ديال اليوم عندنا الحمد لله امل غادي نوصلوا واحد النهار غادي نوصلوا. هو حقيقه تينكر تيقول لك الفلوس كلشي مشى في المشاريع. اين هما المشاريع؟ فين هما؟ ما كاين حتى حاجه ملموسه نهائيا، ولو ارض وحده ما كاينش ملموسه نهائيا. وكان عنده اراضي حنا ما نقبطوش فيه، هو خليه في هذاك غادي يمشي نحزوا على ليساسيغونس على ليزافونس على الاراضي ونبيعوها وغادي نستافدوا منها، وخليه هو ما بينه وبين العداله. حقيقه العداله غتاخذ المجرى ديالها، ولكن حنا كضحايا حنا بغينا الاموال ديالنا وبغينا نوصلوا الاموال ديالنا. وشكرا لكم. اليوم يعني ملف ديال باب دارنا الان واحد الملف اللي يعني فيه مرافعات ديال الطرف المدني. الكل كيعرف بان هذا الملف هو اكثر من سنتين هو امام المحكمه، كيخص اكثر من 1400 ضحيه اللي يعني تعرضوا للنصب في واحد القضيه كبيره ديال النصب العقاري، واللي يعني ما تمكنوش لحد الان انهم لا ياخذوا يعني الشقق والفيلات اللي تم الحجز ديالها، ولا يتوصلوا بالاموال ديالهم. يعني هناك اليوم كاين هناك مرافعات كتخص كذلك يعني المسؤوليه ديال يعني المسؤوليه ديال الموثق في هذا الملف، وكذلك مسؤوليه ديال صندوق ضمان الموثقين، ومسؤوليه ديال المؤمن اللي كيشوفوا فيها يعني المواطنين هي مناسبة لاسترجاع الأموال ديالهم، أو ربما هي الفرصة اللي تمكنهم من استرجاع الأموال ديالهم. وكذلك يعني هناك يعني كنتمناو أنه يكون في فراش قريب في الملف، وأنهم يلقاو واحد يكون هناك حلول لهاد الأشخاص اللي أنهم حاولوا يستثمروا في بلادهم، وحاولوا أنهم يديروا مشاريع في بلادهم، وأنهم يعني بسبب واحد المنعش عقاري يعني الأحلام ديالهم تبعت، تنتمكنوا حتى هما أنهم يفرحوا معنا كما حنا فرحانين الآن بانتصارات ديال الشعب المغربي، ويكون فراج الحمد لله في هذا الملف قريباً.